ليس هنالك من تناقض في الموقف اللبناني، هنالك قصور في تظهير الموقف اللبناني. الكل أعتقد له مصلحة في تثبيت الخط على 29، لأن ذلك من شأنه ليس أن يكسب لبنان فحسب كيلومترات إضافية في البحار مع ما يعني ذلك من ثروات نفطية وغازية، إنما بسبب أن ذلك أكثر توافقا مع القانون الدولي ولا سيما تحديدا اتفاقية مونتيغو باي أي قانون البحار لعام 1982 والإحداثيات الجغرافية المنطلقة من خط الشاطئ. نعم، يمكن في المبدأ إقامة مراجعات قضائية حول أي نزاعات تتعلق بالحدود البحرية وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهي، لكن إقامة مثل هذه الدعاوى تتطلب تعاونا بين الدول المتقاضية من حيث اللجوء إلى مرجعية هذه المحكمة، والأهم من كل ذلك أن تقديم الدعوى من قبل لبنان من شأنه أن يكسب إسرائيل اعترافا بوجودها كدولة في الأمم المتحدة معترفا بها هذه المرة من قبل لبنان، وهو أمر يحاذر القيام به. أعتقد هنالك اليوم توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بطلب إلى الموفد الأمريكي الحضور إلى لبنان لاستئناف المساعي الدولية ولا سيما الأمريكية تحديدا منها من أجل تفادي أي نزاع مسلح من شأنه أن يودي بحرب في المنطقة وليس في لبنان فحسب بسبب هذا النزاع الحدود البحري. لك أنت متخطف وجنود على الحدود، كنت فوق. بطبيعة الحال مباشرة التنقيب من شأنه أن يزيد مخاطر الحرب، وأعتقد أن هنالك فريق على الأقل مستعد لهذه الحرب وربما لديه حسابات ومصالح لإقامة هذه الحرب وهو حزب الله، ويمكن له أن يقصف هذه المنشآت بسهولة كبيرة بسبب أن صواريخه أصبحت طويلة المدى من جهة، ومن جهة ثانية هنالك دقة أكبر في إصابة هذه الأهداف بسبب أنها غير متحركة كما بالنسبة للسفن والطائرات.